مرحبا يا ضيوفنا، مرحبا جاي عدي ما تدري هما يا هلا باللي لهم قدنا عالي والغلا لهم نشي هلا بالحضور وفي لفك وفرحنا طب باسم ام عبد الله ترحيب قيفان على الهيل والكمبود والعودة والاطياب كرمة وضيفة من الضيف والعاني زايد فرح ام عبد الله في لفة الاحباب يا حي الوجوه الضيف والقسيمة عداني بحضوركم افخر مع جملة الاقرب يا اهل الوفا والطيب والعز والشيء زادت فرحتي بقدومكم والفرح يزداد يا من في الحشا مقداركم والغلا زايد يا اهل الجود والنخوه والامجاد والطالب فوق عيوننا من زالكم والله الشاهد دايم لكم بالجمايل صيتي وايضا علوم واهل الوفا تتبع خطوات جدانا سم العدا في المواقف عود كل الخصوم كمال الطالب في الهيا وفرسانا ايه المجد يشهد لكم في كل ساعة ويوم ندون الفستواريخ ودواوينا واختامها مرحبا يا كل ضيف معازوم اسمه مع عبد الله هلا بالحضور وفي لفكم فرحنا طب باسم ام عبد الله ترحيب قيفان على الهيل والكمبود والعودة والاطياب كرمه وضيفة من الضيف والعاني تزايد فرح ام عبد الله في لفة الاحباب يا حي الوجوه البيض والقصيمة عداني بحضوركم افخر مع جملة الاقرب يا اهل الوفا زينت فرحتي بقدومكم والفرح يزداد يا من في الحشا مقداركم والغلا زايد يا اهل الجود والنخوه والامجاد والطالب فوق عيوننا من زالكم والله الشالد سفاره خيمه واهل العز واهل السلم متوارك في جيل ما كان ميسر خصاله يا العز واهلي مراق مراقت للنجوم افعالكم دايم لكم بالجمايل صيتي وايضا علوم واهل الوفا تتبع خطوات جدانا سم العدا في المواقف عود كل الخصم وانتم اهل الطاله في الهيا والفرسان ايه المجد يشهد لكم في كل ساعه ويوم ندون في التواريخ ودواوينا واختامة مرحبا يا كل ضيف معازوم باسم ام عبد الله حي كل ضيفانها والخاصة جوال 0505